أهلا بكم إلى لايف أيها الكرام. هذه مساحة جديدة نفتح من خلالها أفاقا للحوار ونناقش فيها جملة من المواقف السياسية. عناوين حلقة اليوم: حراك جديد في بنغازي، منطلقاته عدالة التوزيع ومضمونه حلول للأزمة العاصفة. ملفنا الثاني الذي سوف نخضعه للنقاش المستفيض في حلقة اليوم اللايف: عقيلة صالح في القاهرة لتعزيز مبادرته، يلتقي هناك السفير الأمريكي ويبحث سرت مقرا للسلطة الجديدة الموحدة. إلى أي مدى يمكن لهذا المقترح أن يبصر النور في الأيام القادمة؟ سوف نرى. الآن إلى النقاش في الجزء الأول. إذن عندنا موضوعين في حلقة اليوم مشاهدينا الكرام. الموضوع الأول: حراك جديد يولد في مدينة بنغازي، اسمه حراك التساوي والعدل التوزيعي. طبعا هذا الحراك ولد في مدينة بنغازي قبل يومين، والمسؤولين عن هذا الحراك أو الشخصيات التي تلاقت وأنشأت هذا الحراك هم مجموعة من السياسيين والحقوقيين القانونيين وأيضا النشطاء، الأسماء المعروفة السياسية في مدينة بنغازي، رأت أنها تنشئ حراكا جديدا، حراك التساوي والعدل التوزيعي. طبعا ستكون معنا في الجزء الأول الأستاذة منى زغبية، عضو حراك التساوي والعدل التوزيعي من مدينة بنغازي عبر الأقمار الصناعية، للحديث عن الدباجة الأم، سبع صفحات فيها كثير من النقاط، سوف نخضعها جميعا لنقاش مفصل. سوف نسأل عن الدوافع، عن البواعث، عن الأسباب، وأيضا عن الرؤى لهذا الحراك، خصوصا فيما يتعلق بمسألة عدالة التوزيع، لأنها طبعا تطفو إلى السطح بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، خصوصا مع التحركات الدولية، مع الحديث عن إغلاق الموانئ النفطية، عن إيقاف تصدير النفط. كيف من الممكن أن يتم إيجاد صيغة جديدة لمسألة مشاهدينا الكرام لمسألة توزيع الموارد النفطية أو عائدات النفط من دون أن يكون فيه أي يعني ظلم لأي مكون من المكونات. عموما نبدأ بالتقرير مشاهدينا الكرام، وسوف ندخل في نقاش مع السيدة منى زغبية. حراك جديد يولد في مدينة بنغازي، حراك تمت عنونته بحراك التساوي والعدل التوزيعي، حيث تم الإعلان عنه مساء الأحد، وهو يشتمل على مجموعة من الأفكار والرؤى التي يسعى صانعها إلى أن تكون بداية لنهاية أزمة ظلت لاصقة في الأفق سنين طوالا. حراك التساوي والعدل التوزيعي يطالب في دباجته الأم بقيام اللامركزية السياسية الإقليمية على كافة المستويات الوطنية والمحلية للإدارة السياسية. هذا الحراك يستند إلى تحقيق مصالح الليبيين في الأقاليم الثلاثة، ويدعو إلى تبني المبادرة والمضي قدما في إقرار الحل العاجل لأزمة ليبيا عبر مشروع اللامركزية السياسية. من وسائل تحقيق الرؤى للحراك الجديد الاحتكام إلى التعديل الثالث من الإعلان الدستوري وقانون انتخاب الهيئة التأسيسية للدستور وقانون مجلس النواب الليبي رقم 6 بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور. الحراك يرى بكل وضوح أن الحل لكل المختنقات التي تمر بها ليبيا هو أن يتم بالاستناد على الأطر الدولية والإقليمية، وعلى رأسها مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة الذي تلاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المستند إلى مبادرة مجلس النواب. يرى الحراك كذلك أن أي حوار انتقالي حالي أو مستقبلي يخص مستقبل الدولة يجب أن يرتكز على الأساس الدستوري لنشوء الدولة الليبية والأسس الدستورية الحالية. حراك التساوي ركز على توزيع عائدات الموارد النفطية، فذكر أن استمرار الظلم التوزيعي وغياب التساوي في الفرص في كافة المجالات هي ركائز ومنطلقات هذا الحراك،
كون البعد الاقتصادي مهم جدا ومحرك فاعل من محركات أي مطالب شعبية أو نخبوية. إذن حراك جديد يولد في مدينة بنغازي هو واضح تماما بدليل الشعار الذي تم رفعه حراك التساوي والعدل التوزيعي، فهل سوف يكون مختلفا عن كل ما سبق من تحركات أم أن حدة المرحلة وشدة أمواج الخلافات سوف يعصفان به؟ يخبرنا الزملاء الكرام أن عضو حراك التساوي والعدل التوزيعي السيدة منى زغبية جاهزة معي الآن وتسمعني بوضوح من مدينة بنغازي. السيدة منى مرحبا وشكرا لتلبية الدعوة. أي حراك، أي عمل، أي شيء ينبثق يولد لابد أن تكون له دوافع، بواعث، أسباب. ما دوافعكم لإنشاء هذا الحراك؟ اولا مساء الخير سيد طه، نرحب بك وبمشاهدينا الاعزاء في هذه الفتره العصيبه التي تمر بها ليبيا ككل. سالتني ما هي دوافعنا في انبثاق هذا الحراك. لا يخفى على اي احد حتى المواطن البسيط ما تمر به ليبيا الان من ازمات ومن من 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 تغيير في الحكومات، في ظلم المواطن، في الأقاليم، كل أحد يغني على ليلاه. ليبيا إذا لم تجد من يقف لها هذه الآونة فأعتقد أن نحن ماشيين للهاوية. فأي مواطن ليبي له غيرية على الوطن، له وطنية ولو حتى بكلمة ولو حتى بحرف يكتب في 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 شكل مبادرة ومحاولة النهوض بالوطن والارتقاء به من جديد ولتأخذ ليبيا مكانها الطبيعي ما بين الدول. وهذا أقل شيء من ممكن أن نقدمه نحن كليبيين لهذه الدولة. نعم. نبدأ من العنوان الآن سيدة منى، ندخل طبعا في صلب الموضوع والحراك. العنوان ملفت ويحتاج إلى تفسير، حراك التساوي والعدل التوزيعي. جملة العدل التوزيعي شخصيا وتحدثنا فيها تحت الهواء تحيلني مباشرة إلى مسألة التوزيع، توزيع إيرادات النفط. نعم سمعت السؤال أو لا؟ نعم نعم طه، الجزء الأخير ما سمعتش، ممكن تعودي. طيب أنا كنت نحكي على العنوان، ليش العنوان؟ ليش حراك التساوي والعدل التوزيعي؟ العدل التوزيعي زي ما حكينا تحت الهواء سيدة منى في محادثتنا، هذه الجملة تحيلنا مباشرة إلى مسألة إيرادات النفط، لغت كثير، حديث كبير حول هذه المسألة اليوم في الشارع. لا يخفى عليك سيد طه ولا يخفى على أي مواطن ليبي أن هناك ظلم توزيعي في عائدات النفط، والمشكلة الكبرى في ليبيا الآن أعتقد أن الصراع الأساسي هو على الإيرادات، لم توزع بشكل عادل ما بين الأقاليم الثلاثة أو ما بين المدن أو ما بين المحافظات أي تكون التسمية. ولكن يعني لو أنك كان فيه بالأساس عدل في توزيع الإيرادات لما وصلنا إلى هذه الدرجة. أنت ترى الآن تحكمات في إيرادات النفط ما بين مصرف ليبيا المركزي، ما بين المؤسسة الوطنية للنفط، ما بين تواجدهم في إقليم معين، ما بين حرمان الإقليمين الثانيين من الإيرادات. التهميش سيد طه لم يطل إقليم برقة أو إقليم فزان فقط، بل حتى إقليم طرابلس المواطنين العاديين يشكون من التهميش. التوزيع العادل لإيرادات النفط، لأن نحن بلد نعتمد أساسا على الريع النفطي. الحراك التساوي والعدل التوزيعي يرى إقرار نظام اللامركزية السياسية والإقليمية. فتوزيع العادل لإيرادات النفط هو ما يكفل تطبيق النظام اللامركزية السياسية والإقليمية، فبدون عدل في توزيع إيرادات النفط ما بين الأقاليم الثلاثة فلن تكون هناك قائمة لأي دولة ديمقراطية أو دولة عادلة في توزيع الإيرادات أو إلى ما هناك. طيب في الصفحة الثالثة سيدة منى تسمع فيها بوضوح صح؟ نسمع فيك بوضوح بس طيب. بس كالسماعه سامحوني يعني. طيب أيوة. ممتاز، احنا اوكي نخلوا الكاميرا عليا مش مشكله ونعطوك الفرصه حتى تركب السماعه كويس. طيب الصفحه الثالثه، شكرا طبعا للسيد المخرج على التفهم. يرى الحراك ان حل الازمه الليبيه يجب ان يتم بالاستناد الى الاطر الدوليه، شكرا.
والإقليمية المنظمة للمرحلة الانتقالية التي على رأسها مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة المستند إلى مبادرة مجلس النواب من أجل المضي قدما في أي ترتيبات أو آليات انتقالية للحل. سيدة منى، في الاستماع صحيح؟ طيب مش مشكلة، نرجع للحراك من جديد. الحراك مشاهدينا الكرام في مجموعة طبعا من النقاط. هذه النقطة الأولى، أنه هذا الحراك يرى أنه حل الأزمة الليبية يستند على أطر دولية، يعني المظلة الدولية ما يبوش يعني ينفكوا عنها، وهذه جزئية أيضا في حاجة إلى فهم أعمق، على الرغم من أنه مخرجات مؤتمر برلين كانت في يوم 19 يناير الماضي وإلى اليوم لم يطبق منها شيء، حتى أني شخصيا قمت بحلقة لمناقشة هذا الموضوع، وبالتالي يعني خلص الضيوف الكرام في تلك الحلقة إلى أنه مخرجات مؤتمر برلين هي أضحت حبرا على ورق ولم يطبق منها شيء إلى اليوم. سوف نسأل لماذا الإصرار على جعل مخرجات مؤتمر برلين ركيزة من ركائز الحل السياسي في ليبيا، وأيضا إعلان القاهرة الذي طبعا تلاه الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر يونيو الماضي، في 19 يونيو الماضي، بحضور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. سيدة منى، هل أنت في الاستماع؟ إن شاء الله. طيب، النقطة الثانية في صفحة ثالثة، يعيد من جديد، يرى الحراك أن حل الأزمة الليبية يجب أن يتم بالاستناد على الأطر الدولية والإقليمية المنظمة للمرحلة الانتقالية التي على رأسها مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة المستند إلى مبادرة مجلس النواب الليبي. لماذا مخرجات مؤتمر برلين؟ مخرجات مؤتمر برلين في 19 يناير الماضي لليوم لم يطبق منها شيء. سيطها بالنسبة لمؤتمر برلين ومخرجاته هو آخر حراك دولي في الأزمة الليبية، وهذا الحراك يعني مخرجاته تم الموافقة عليه والاتفاق عليه من جميع الأطراف. لا يخفى علينا أن الأزمة الليبية حتى ولو أنها كانت أزمة محلية بالنسبة لنا، إلا أنها هي أزمة دولية بالنسبة لأصحاب المصالح الدولية والدول الكبرى في العالم. فاستقرار ليبيا يعني استقرار العديد من الدول سواء الجوار أو الدول المشاركة لنا في المتوسط، لذلك فإن الأزمة الليبية هي أزمة دولية. وإذا كان رجعنا على الأساس أن الأزمة الدولية هذه آخر حراك لها على مستوى دولي وعلى مستوى جميع الدول التي مشاركة في حل الأزمة الليبية هو مؤتمر برلين، فإذا رجعنا إلى اتفاق أو مخرجات اتفاق برلين سنجد أن هذا الاتفاق أشار إشارة واضحة إلى الأقاليم الثلاث، لهذا نحن أخذنا منه هذه الإشارة وهو كمرجع دولي وكاتفاق دولي متفق عليه دوليا. أما بالنسبة للإعلان القاهرة، طبعا أيضا إعلان القاهرة متركز في أساسه على مبادرة رئيس مجلس النواب، وفي هذه المبادرة أيضا إشارة واضحة للتساوي واحترام الأقاليم والقبول على المستوى الإقليمي ومستوى الدولي لهذه المبادرة وإعلان القاهرة، لذلك أشرنا إلى هذه المبادرات أو الإعلانات الثلاث الإقليمية أو الدولية كمرجع لأساس هذا الحراك، ألا وهو التساوي والعدل التوزيعي ما بين الأقاليم الثلاث. نعم. طيب، ثالثا، يرى الحراك أن أي حوار انتقالي حالي أو مستقبلي يخص مستقبل الدولة الليبية يجب أن يرتكز على الأساس الدستوري. طيب، النقطة ألف، في عدد المحاورين يتم اختيار 20 ممثل بالتساوي عن أقاليم برقة طرابلس فزان وفقا للجنة الستين، وكأنكم تراعون البعد الديموغرافي أو البعد الجغرافي عفوا، ولا تراعون البعد الديموغرافي. نعم. ليش 20-20-20؟ المنطقة الغربية سكانها أكثر من المنطقة الجنوبية. نعم، بالنسبة لهذا الأساس سيد طه، نحن رجعنا إلى قانون انتخابات الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور ولجنة الستين عند بدء قيام الدولة الليبية، وهو الذي أشار إلى أن يكون المحاورين على كل إقليم 20-20 دون النظر إلى عدد السكان. بس الأمور تغيرت يا سيدة منى، كان سكان الأمور تغيرت. نعم، ولكن حتى في تلك الفترة لم يكن السكان متساوون في تلك الفترة. إيه بس مش بنفس يعني نحن اليوم الآن يعني. كمحاورون سيد
نعم سيد طه، نحن بالنسبه للاختيار المحاورين، ولكن ليس في 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 اختيار مثلا كلجنه 60 او كلجنه تشريعيه او الى غيره، انما نحن نحكي على الحوار على المتحاورون حتى يكون فيه تمثيل عادل ما بين الاقاليم الثلاثه. فراينا ان يكون التمثيل هو 20 محاور من كل اقليم، هذا كافي لحل لوضع حلول. نحن مش في انتخابات هيئة تأسيسية أو في انتخابات برلمان أو انتخابات سلطة تشريعية جديدة حتى نرى عدد السكان، لا، نحن هنا نحكو على الحوار، نحكو على المتحاورون، ولا نحكو على ما نحكوش على نواب أو نحكو على أعضاء هيئة دستور أو ما إلى ذلك، من أن نحن لازم ناخده بعين الاعتبار عدد السكان أو العدد النسمة في كل إقليم، لا. طيب. نحن نحكو هنا على الحوار بحيث أن يكون 20 عن كل إقليم يقدروا يجلسوا على طاولة، يقدروا ينقلوا متطلبات الإقليم، يقدروا ينقلوا وجهة نظر الإقليم. يعني ما تحتاجش نكون مثلا طرابلس 30 أو 35 وبرقة 20 وفزان 15، لا، يعني نحن رأينا التساوي في نقل رؤية كل إقليم لحل الأزمة الليبية. نحن نحكي هنا على المتحاورون وليس على هيئة أو في تقسيم في تقسيم نعم. الموارد حتى هي بتكون بالتساوي ولا لا؟ لا، وبالنسبة لتقسيم الموارد كيف ما حكينا من بدري يا طه، وبالنسبة لتقسيم النفط وما إلى ذلك، نحن طبعا الآن الحراك عاكف على وضع حلول مقترحة والصياغة الأخيرة في دراسة متكاملة مع ذوي الاختصاص. طبعا هذا دراسة كبيرة وحل طبعا لازم يكون حل متكامل، وطبعا الحراك له تواصل واتصالات مع ذوي الاختصاص في هذا المجال بالذات حتى تخرج الرؤية واضحة وتخرج الرؤية من صلب اسم الحراك بالتساوي والعدل. طيب. إن شاء الله مؤسسو الحراك 8 شخصيات بينهم حضرتك أستاذة منى، دكتور فتحي البعجة، شخصيات أخرى جمال الفلاح، يعني شخصيات عندها وزنها في مدينة بنغازي، حقوقية سياسية. دكتور فتحي أيضا كان من الشخصيات البارزة في فترة ثورة 17 فبراير، بس 8 عدد قليل سيدة منى، شو رأيك؟ شوف، 8 ليست عدد قليل بأنك أنت تحط أساس أو بداية مبادرة عكفنا على دراستها وعلى وضع أساسها وعلى وضع بنودها بالكامل. كان التنوع ممتاز جدا في 8 وخرجنا بهذه المبادرة، ولكن ليس أن نحن 8 الموقعين معناها نحن بس 8، لا. الآن الحراك تم فتح صفحة وموقع إلكتروني له وجذب كل من متفق معنا في هذه الرؤية للانضمام لنا. الحراك في الأيام القليلة القادمة حيتوجه إلى جميع المستويات الدولية والإقليمية والمحلية الرسمية والغير رسمية للانضمام لهذه المبادرة، وطبعا أكيد كل من ينضم إلى مبادرة التساوي والعدل التوزيعي حيدلي بدلوه، حيعدل، حيعطي رأيه، حيعطي مقترح، حيكون الباب مفتوح لجميع يعني مستويات الموجودة سواء الرسمية أو غير الرسمية، المجتمع المدني، لكل من يريد أن ينضم. طيب. إلى هذا الحراك أهلا وسهلا به في سبيل. بس هل تعتقدون أن الظرف العام يعني ملائم لميلاد حراك جديد؟ هل تتصورون أن التفاعل الشعبي سوف يكون تفاعلا إيجابيا معكم؟ لا أعتقد أن هناك وقت أنسب من انطلاق مبادرات وحراك شعبي في هذه الآونة. نحن الآن في أحداث لا أقول متسارعة ولكن أقول متصارعة الأحداث الآن على الوطن، لأن السرعة نحن شفناها فتارة فيها وتيرة هادئة وتارة فيها وتيرة سريعة في الأحداث، ولكن الأحداث المتصارعة الآن سيد طه لا يخفى على أحد، كل يتصارع سواء على المستوى الدولي أو على المستوى المحلي. فالوطن الآن وصل إلى درجة أن المواطن يعاني من أزمة الكهرباء، من أزمة المية حاليا، من أزمة السيولة، من أزمة الدراسة، من أزمة الوباء. يعني لا أعتقد أن هناك أنسب من هذا الوقت لخروج حراك شعبي
الانتشال ما تبقى من الوطن حتى ننهض به من جديد. طيب، أيضا يقع على عاتقكم كيفية صياغة أفكار تكون موضوعية إلى حد بعيد وتكون جاذبة لأطراف أخرى لا تتوافق في قناعاتها السياسية وفي أفكارها وفي رؤاها لما يجب أن يكون في ليبيا معكم. مشكلة الاصطفاف في ليبيا اليوم أستاذة منى مشكلة كبيرة جدا، تتفقين معي أو لا؟ مشكلة ماذا؟ مشكلة الاصطفاف السياسي، يعني الاستقطاب الحاد اللي موجود حاليا، يعني الطرح اللي بتقدموه حضراتكم حيكون مرفوض عند الطرف الآخر، الطرف الآخر إذا قدم مقترح حيكون مرفوض عند الطرف الأول، يعني مشكلة الاصطفاف يعني مشكلة يعاني منها الليبيون، صحيح؟ ممكن الليبيون اللي كانوا في المشهد أو اللي لازالوا في المشهد لهذه الآونة الأخيرة طه، ولكن بالنسبة لنا كحراك وبالنسبة لنا شخصيا أنا أجلس مع 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 شريكي في الوطن، نسمع منه ويسمع مني ونلقوا نقطة التقاء معين، مش مشكلة أني أنا أتنازل عن بعض الأشياء اللي في سبيل الوطن وهو يتنازل عن أشياء في سبيل الوطن حتى نلتقي في نقطة نقدر ننطلق منها لبناء الدولة من جديد، لكن أني أنا نتمسك برفضي هو يتمسك برفضي فهذه غير مطروحة بالنسبة لنا كحراك. نحن حراك مفتوح لجميع الليبيين جميعا يعني. ممتاز. طيب، الصفحة الأولى فيها الحديث عن الأزمات في المشاركة السياسية، في طمس الحقوق والحريات، في أزمة الشرعية. سيدة منى، أزمة الشرعية تحتاج إلى توضيح. والله هي أزمة الشرعية أنا أعتقد أن هي أزمة على قد ما هي صعبة على قد ما هي سهلة، لو أن وصلنا إلى نقطة التحاور والجلوس على طاولة الحوار فالشرعية من السهل أن نحن نتفق عليها يعني. أكيد اللي بينبثق على حوار الليبيين مع بعضهم، أكيد اللي بينتج عن هذا الحوار وعن هذا التحاور ما بيننا حينتج عنا شيء شرعي يعني، سواء كان تأييد للي موجود أو انبثاق شرعية جديدة، لكن زي ما قلت لك إن هي على قد ما هي سهل على قد طيب. ما هي صعبة، لكن ما هيش مستحيلة يعني إن انطلاق شرعية جديدة وانطلاق جسم جديد بموافقة جميع الأطياف الليبية. طيب، قد يقال إنه في بعض الأمور اللي تناولتوها في بيانكم او في ديباجتكم الام سيده منى مش وقتها، في من يقول انه متى المشاركه السياسيه، ما فيش بيئه سياسيه، ما فيش مناخ سياسي، ما فيش عمليه سياسيه، عن اي مشاركه سياسيه تتحدثون والدوله مليانه سلاح وهشاشه امنيه وانقسام، ايضا طمس الحقوق والحريات، يعني عن اي حقوق، عن اي حريات، باستثناء تقريبا مسألة الظلم التوزيعي قد تكون مهمة في بعض النقاط، يعني قد يقال أنه مش وقتها الآن، احنا الآن نعاني من أزمة أمنية، من وجود مرتزقة، من وجود ميليشيات مسلحة، من وجود تدخلات أجنبية، وبالتالي هذه هي النقاط التي يجب أن تعالج أولا. أعتقد سيطة لأنك أشرت إلى المبادرة في آخر المبادرة ذيلناها بشروط لتطبيق هذه المبادرة جاي. ومن ضمن هذه الشروط أن جمع الأسلحة ضمن في إطار المؤسسة العسكرية الوطنية والأمنية الليبية ممتاز. بالنسبة للحقوق والحريات من ضمنها أيضا أكدنا على أن التأكيد الدولي عبر الأمم المتحدة ومؤسساتها على تفعيل مؤسسة القضاء الوطني الليبي والقيام بواجباته على أكمل وجه وبشكل وبكل شفافية ونزاهة، يعني أنت لما تفعل القضاء تفعيل ممتاز ولما تبدأ في تجميع الأسلحة ضمن مؤسسة عسكرية وطنية أمنية ليبية متفق عليها، هنا خلاص العقبتين هذين حولا من طريقك وتقدر تنفذ المشاركة السياسية اللي نحن نحكو عليها. فنحن وضعنا الشروط لتنفيذ هذه المبادرة في آخر صفحات هذه المبادرة. من سيطبقها هذه الشروط؟ نعم، من؟ من سيطبق هذه الشروط؟ هذا أهم سؤال. طبعا هو بعد ما تطرح هذه المبادرة على المجتمع الدولي، على الأمم المتحدة، الأمم المتحدة ملتزمة وملزمة أيضا وفقا للميثاق الأمم المتحدة أنها تنفذ هذه هي اللي تطبق هذه الإجراءات أولا وأخيرا يعني. بس التعويل على البعثة الأممية قد يكون ماضي على الوقت، يعني البعثة الأممية كانت ملزمة بتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين وإلى اليوم لم يطبق منها شيء.
لا هي انت لو تعرف طبعا ان فيه اجتماعات اللي هي 5+5 اللي هي ما زالت مستمره حتى الان، وننتظر منها ان هي ينبثق منها جسم متفق عليه في ليبيا كلها، وهو اللي ممكن حيقوم بتجميع الاسلحه وتطبيق هذا البند بالذات. يعني طيب كيف تردون على من يقول انه كل يعني هذه المساعي هي لن تؤدي الى اي نتيجه، على اعتبار انه الصراع في ليبيا صراع عنيف، صراع مسلح، وصراع المسلح لن يحل إلا بمعركة فاصلة، معركة كسر عظم. كل هذه المحاولات، كل أنواع الحراك السلمي السياسي هو عبارة عن مضيعة للوقت، كيف تردون؟ طيب خلينا معهم اللي يحكوا في الكلام هذا، خلينا ننزلوا للكلام اللي يقولوا فيه. يعني هل من صالح الوطن والمواطن وليبيا أن نحن نجلس وننتظر نتيجة الحرب الدموية الأهلية اللي ممكن تقوم بعد ما يتراجع السياسيون أو أصحاب المبادرات مثلا؟ يعني مش من واجبنا أن نحن يعني نطرح هذه المبادرات ونشوف النتيجة، وأن لا نتخاذل في حق الوطن، ولازم نستمر في طرح المبادرات حتى تاخذ نتيجتها، حتى تاخذ مكانها في يعني حتى المتحاربين والمتصارعين في الجبهه حتى هم عندهم وجهه نظر ان لو ان تنتهي الحرب، لو ان توقف الحرب افضل لهم. يعني مش معقول ان عشان سلبيه هذه الطبقه التي تقولنا لازم الحرب دمويه حاسمه ان نحن نجلس ونتفرج ونقول بي اوكي لعندما تنتهي الحرب. على الاقل فيه من واجبنا نحن كوطنيين ونشوف ان فيه ولو بصيص امل، ذرة من الأمل أن ممكن تنتهي أزمة ليبيا بدون حرب، واجبنا أن نقدم هذه المبادرات سيد طه. طيب. وإلا نكون نحن خذلنا الوطن. طيب هل تعتقدون أنه النقطة الثانية هذه من تحقيق من مسألة الشروط هي البدء الفعلي بتفكيك كل الجماعات المسلحة وحاملة السلاح خارج سلطة الدولة، وتسليم ما لديها من أسلحة للمؤسسة العسكرية الوطنية والأمنية الليبية، هل تعتقدون أنه هذا الشرط سوف يتحقق؟ شرط اللي جمع، تقصد شرط جمع السلاح، شرط تفكيك المجموعات المسلحة وجمع السلاح وتسليمها للجيش. تعرف إن النقطة هذه هي النقطة الجوهرية سيدة منى، هي أهم نقطة في كل الدباج. طبعا هذا التحدي هو، وهذا بالزبط. التحدي اللي احنا نعانوا منه لنا 7 سنوات. هذا أكبر تحدي. صح. صح صح صح. هو يعني النقطة هذه اللي أنت حكيت فيها هي تعتبر معضلة، وهي تعتبر أكبر عقبة في أمام أي مبادرة، أي اقتراح، أي توجه لحل الموضوع سلمي. انتشار السلاح هي عقبة جد صعبة يعني. فلما نحن نطرحه زي الالتزام بأن جمع الأسلحة، نحن طلبنا يعني بمشاركة الأمم المتحدة. الأمم المتحدة الآن أصبحت متفرج ولم تفعل أي شيء، خاطئ لأن هي تتفرج على الأزمة الليبية والطرفان المتصارعان. نحاول، أنا يعني مع كلمة المحاولة، أنا لا أحبذ كلمة إن نحن مش حنقدر نجمع السلاح فيبقى نقعد متفرجين. حنحاول بكل جهد نحن كحراك التوجه إلى المتحدة وإلزامها بأن هي تقوم بمساعدتنا، بمساعدة الجسم المنبثق عن اجتماعات 5+5 بتجميع السلاح ولو بالقوة. سيد طه، زي ما في سلاح منتشر في أيدي الناس المدنيين أو الميليشيات، في سلاح يعني كبير وسلاح قوي جدا في أيدي المؤسسات التي تدعي بأنها هي مؤسسات أمنية، سواء في طرابلس أو في فلزان أو في برقة. يعني في المقابل بدل ما تكون حرب على الجبهة غالي ما بين طرفين متصارعين، ليش ما تكونش حرب ما بين مؤسسات حكومية معترف بها وما بين ميليشيات وما بين ما بين عصابات لجمع الأسلحة، ولو حتى كانت مواجهة مسلحة ما فيش مشكلة. طيب أنا وقتي مع حضرتك انتهى للأسف. سيدة منى الزغبية، عضو حراك التساوي والعدل التوزيعي، ضيفة عزيزة شرفتينا في برنامج لايف في 218 نيوز في هذا الجزء الأول. نطوي صفحة الملف الأول مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونتناول ملفنا الثاني. حياكم الله من جديد.
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يتحرك في كل مكان، يقوم بجولات. كانت هنالك جولة أوروبية بدأت بالعاصمة الروسية موسكو، ومن ثم جنيف السويسرية، وبعدها العاصمة الإيطالية روما. كانت عندها أيضا جولة عربية في المملكة المغربية التي تزامنت مع زيارة الأعلى للدولة، رئيس الأعلى للدولة خالد المشري، وأيضا كانت عندها زيارة إلى دولة الأردن. اليومين هذا رئيس مجلس النواب في مصر، وأمس كان عنده لقاء مع السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند. وأيضا اللقاء طبعا كان مترقب، وكان فيه يعني نوع من الجدل أو نوع من اللغط حول ما نتج عن هذا الاجتماع. مجلس النواب الليبي قال أنه عقيلة صالح وريتشارد نورلاند بحثا تطورات الأوضاع السياسية والميدانية في ليبيا، وتم تقديم مقترح أن تكون مدينة سرت مقرا للسلطة الجديدة الموحدة. طبعا هذا المقترح من أكثر من شهر، ولكن يبدو أنه أصبح يخرج إلى السطح بشكل أكثر وضوحا. عموما هذه الزيارة، هذه الجولات التي يقوم بها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إلى أين سوف تقود؟ إلى أين ستفضي؟ هل سوف ينتج عنها ربما ديباجة موحدة أو رؤية موحدة تطبق عمليا؟ هذه التحركات الأمريكية لماذا الآن بعد أن كنا نقرأ من الخارجية الأمريكية أن وضعهم أو دخولهم إلى ليبيا هو في إطار الحياد السلبي، وبأن أزمة ليبيا هي مشكلة أوروبية بالأساس؟ كل هذه الأسئلة سوف يتفاعل فيها معنا عضو مجلس النواب السيد إبراهيم الدرسي. سيد إبراهيم، مرحبا وشكرا لتلبية الدعوة. تحركات حثيثة نستطيع أن نقول لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح. آخر اللقاءات كانت مع السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند. هل ترى أنه مبادرة مجلس النواب تقوى يوما بعد آخر؟ مساء الخير أستاذ طه، تحية طيبة لك ولمشاهدي قناة 218 في كافة ربوع الوطن الجريح، وأشكرك دائما على استضافتي واستعيد دائما باللقاء معك. الحقيقة أن جولة سيادة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، أو جولاته بالأحرى كما تكلمت في مستهل كلامك، كانت يعني حثيثة وكانت متواصلة، لدرجة أن سيادة الرئيس يعني لم ينعم بالراحة ولو لأيام معدودة في ليبيا. كان يذهب إلى موسكو، إلى إيطاليا، إلى جنيف، إلى الجزائر ومصر، رحلات دورية. اللقاء الأخير مع السفير الأمريكي ومع المستشار الخارجية الأمريكي هي طبعا تتويج لرحلات الرئيس مجلس النواب، وأيضا يبدو أن هنالك اعتراف أمريكي بأن أفضل ما يمكن توصل إليه هو مقترح المستشار عقيلة صالح، والذي تبنته القاهرة فيما يسمى بتفاهمات القاهرة أو مقترح القاهرة أو مبادرة القاهرة التي تبنتها القاهرة، ومع التأكيد على مخرجات مؤتمر برلين. مؤتمر برلين شارك فيه بومبي، وشاركت فيه روسيا، شارك فيه الاتحاد الأوروبي، شاركت فيه الدول العربية المعنية بما فيها أيضا حتى تركيا. وبالتالي المخرجات مؤتمر برلين مع يعني إعلان القاهرة في باكج واحد مع بعض، يبدو أن هنالك شبه اتفاق ما بين الدول الأوروبية وما بين الولايات المتحدة الأمريكية على تبني هذه الرؤية، مع بعض التعديلات التي لم تكن موجودة، خاصة تكلمنا عن أن تكون سرت هي العاصمة المؤقتة ليبيا، بحيث تكون فيها السلطات التنفيذية والسلطات التشريعية والسلطات الرقابية والسلطات أيضا المتعلقة بالنفط وإلى آخره. بالنسبة لي شخصيا أؤيده، وأعتقد أنه بداية الحل في ليبيا. أخي طه، لا أحد ينكر ما يحصل في ليبيا، إذا أردنا ننكر ذلك فنحن كمن يضع يده على الشمس، يعتقد أنها غابت عن أعين الناس بينما هي غابت عن عيني فقط. الحقيقة الآن في ليبيا أن هنالك تجاذب شرقي وتجاذب غربي بينهما، يعني هنالك ضاع الوطن وتدخل الدول. ما يحصل في ليبيا الآن هي أزمة ثقة ما بين الأطراف، أكثر منها قد تكون أزمة سياسية، لأن الكل قنع بمكانه، الكل يعتقد أن يجب أن يحافظ على خطوطه أو أن يتقدم خطوة أخرى. وبالتالي الحديث عن أن سرت تكون هي العاصمة المؤقتة لليبيا شيء طبيعي وأنا أؤيده. ومصداقا لهذا الكلام طه، حتى النظام السابق العقيد معمر القذافي في فترة من الفترات جعل سرت هي العاصمة، بحيث
وطن فيها مؤسسات يعني الدولة بالكامل، ولكن فشل بسبب المركزية المقيتة في ذلك الوقت وتنفذ بعض الأطراف. القذافي تفطن أن ليبيا مساحة شاسعة وأن الشرق والغرب وأن هنالك نوع من الغبن ونوع من الامتعاض هو ما أنتج في الأخير بك الانتفاضة فبراير. ولكن حسب رأيي أن الحديث عن منطقة مش خضراء وبيش نسقموها ما تقلش منطقة خضراء، الآن أصبحت منطقة التقاء نفوذ أو منطقة يعني هدوء نسبي، منطقة هدنة هي سرت يعني هي قلب الوطن، هي وسط ليبيا، وتمركز الدولة فيها وحكومة مؤقتة كما حدد الرئيس والجهازات الأجهزة التنفيذية والرقابية والتشريعية وجودها في 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 سرت هو حل مؤقت لعودة الثقة ولعودة الوئام بين الأطراف الليبيين، وأيضا لكي ينعم الشعب ولو بشيء بسيط من الراحة. أخي طه، الكهرباء، الأمن، الاستقرار، الدولار، الدينار، الحياة المعيشية للمواطن الليبي أصبحت جحيم في ليبيا. أعتقد أن قليل من الراحة وقليل من الهدوء والسلام في 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 الفترة القادمة قد يعود الثقة للليبيين والفرقاء الليبيين بحيث ترتاح النفوس قليلا ويكون بعد ذلك الحديث عن اتفاق سياسي يرضي الأطراف المتنازعة. ولكن يعني يفترض أن تكون مسألة اختيار المكان يفترض أن تكون نتيجة أو تتويج لمجموعة من الأشياء يتم إجراءها، مجموعة من الشروط يتم تلبيتها أو توفرها، من ثم نصل إلى لحظة التتويج أن تكون سرت هي مقر الحكومة. لكن أن يتم اقتراح مقر الحكومة قبل الحديث عن التفاصيل اللي تكمن فيها الشياطين، هذه مسألة يعني فيها وكأنه يعني وضع العربة أمام الحصان. يعني أنت تحكي على سرت مدينة تكون مقر الحكومة وأنت عندك أزمة مرتزقة، أزمة تدخلات أجنبية، عندك أزمة خدمات، عندك أزمة تشكيلات مسلحة، هذه كلها محلتهاش يا سيد إبراهيم. صحيح كلامك، صحيح طه، ولكن لا أعتقد أننا نقف في هذا الكلام، قد نضع العرب أمام الحصان، ولكن أعتقد أن العرب والحصان متوازيتان الآن في توازي ما بينهما. ولكن الآن إذا اقترحنا هذا المقترح بإمكاننا أن نضع العرب خلف الحصان وأن نسير في هذا المسير. إذا أردنا أن نتكلم عن 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 الأطراف أو نتكلم عن التفاصيل التي يكمن فيها الشيطان كما قلت لن نتقدم، وسيكون هنالك كل طرف لديه شروطه. الآن نريد يعني مرحلة يعني من الوئام، مرحلة من السلام ولو مؤقت. مشكلة المرتزقة ومشكلة التدخلات الأجنبية هذه بيد الأطراف الليبية الأخرى ستحل، أعتقد ستحل، ولكن يعني نحن الآن يجب أن نخطو خطوة أولى. الخطوة 1000 ميل تبدأ بخطوة خطاها، والمبادرات ستأتي تباعا بعد ذلك. وأعتقد أن المرتزقة والميليشيات سيكون حلها. هذا يعني نفس الكلام قيل قبل 5 سنوات. اسمح لي نتفاعل مع حضرتك. نعم. سيد إبراهيم، وأنا طبعا يعني أشكرك. نعم. لأن دائما يعني على رحابة صدرك دائما ما نتفاعل ونتجاذب بس لإيصال فكرة للسادة المشاهدين. هذا الكلام قيل صحيح. قبل 5 سنوات في اتفاق الصخيرات، اتفاق الصخيرات قالوا يا أخواننا خلينا نعمل حكومة، خلينا نوحدوا الأجسام وبعدين المشاكل تنحلها. الحكومة سوف تكون بمباركة المجتمع الدولي ودعم المجتمع الدولي قوية وسوف تنفذ مجموعة من الاشتراطات. نعم. إلى اليوم لم ينفذ منها شيء. احنا نكرر في نفس المشكلة. الاختلاف في ماذا؟ سأقول لك يا طه، الاختلاف في البقر التي تدر ذهبا. الاختلاف في أننا سننقل العاصمة من طرابلس مؤقتا إلى سرت. المشكلة في ليبيا مشكلة العاصمة طه، بقدر حبنا للعاصمة وطرابلس، ولكن حبنا مشكلتنا في حبنا هذا. المشكلة أن طرابلس يعني مسيطر عليها من الفصيل الإخوان المسلمين، مسيطر عليها من الميليشيات التي تغولت، والصراع في طرابلس ليس لأجل عيون أهل طرابلس ولا سكانها ولا موقعها البحري ولا هواءها النقي. المشكلة أن طرابلس هي المركز، فيها الدولة، فيها الوزارات، فيها النفط، فيها المصرف المركزي، وبالتالي إفراغ طرابلس من هذه المؤسسات وجعلها في سرت. بحيث لماذا سرت؟ لأنها تكون محايدة، لن تكون في بنغازي
ولن تكون في طرابلس، ستكون مرحلة مؤقتة تكون في سرت إلى أن يكون هناك اتفاق ما بين الليبي فيما بينهم. الآن الاختلاف كبير يا طه، أن طرابلس ستفرغ من هذه المؤسسات، ولن يكون للميليشيات ولا للمرتزقة ولا للمجموعات الإرهابية ولا للمجموعات الجهوية أي سلطة ولا أي قوة يمكن تحارب بها. ممكن أنا أقول لك بدون يعني مجاملة، ما سنة أشهر وستذوب هذه الميليشيات وستنتهي إن لم تكن هنالك مشاكل فيما بينها. أن لماذا الصراع في طرابلس؟ مع الدعم هل حب في طرابلس، حب في برجي ولا قرقارش ولا وسط المدينة؟ الحب في المال يا طه، الحب بس في مع الدعم الدولي. وزارة الخارجية تسيطر عليها الميليشيا الفلانية، الداخلية تسيطر عليها الميليشيا الفلانية، المركزي تحت سيطر الإخوان، لكن لما جيبها في سرت ويكون تحت سلطة دولة موحدة وبحماية دولية ستذوب هذه المشكلات. أنا أعتقد المشكلة بس هي تتلقى في تمركز المؤسسات في طرابلس. مش يعني مش أكيد الكلام، الرهان في خطورة لأنه هي تتلقى في دعم دولي. لا بس همش معنى قصدك يا طه، يعني حتى لو جففت منابعها محليا يعني أنت ما تضمنش أنه يأتيها دعم من الخارج. يعني طه أنت تعلم جيدا العقوبات الأمريكية التي سلطت في الأيام الماضية على مهربي النفط، وتعلم الكلام الذي صدر من الخزانة الأمريكية ومن الخارجية الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية الآن تنظر إلى ليبيا أنها بؤر توتر كما حصل بين حلفائها في الناتو، كادت أن تكون هناك معركة كبيرة لو تدخل ألمانيا والاتحاد الأوروبي ما بين اليونان وما بين تركيا وما عضوان مؤسسان في الـ في الـ في, الـ في الناتو، ولذلك وتدخل الروسي الذي تتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا أنت في البداية في مستهل تقريرك قلتم أن أمريكا يعني رأت أن المنطقة الليبية من اختصاص أوروبا. لا، البداية كانت تعتقد ترامب أراد أن في مستهل حملاته الانتخابية أن يسحب قواته من مواقع التوتر، ولكن وجد أن أوروبا ضعيفة وأن التغلغل الروسي بدأ يتغلغل في المنطقة، فخافت الولايات المتحدة على نفوذها وعلى نفوذ حلفائها في المنطقة. وتتعلم الولايات المتحدة الأمريكية هل مسيطرة على المنطقة وعلى العالم بأسر إلى بعض المناطق. وبالتالي الآن الحديث عن المرتزقة وعن أردوغان الذي بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تتململ منه، وأيضا وجود ألمانيا الآن ببوارجها الحربية مع إيطاليا ومع فرنسا كما رأينا بالأمس البيان الذي صدر عن ثلاث دول هذه في عملية إيريني، هنالك تحول كبير في التعاطي والتعامل مع تدخل تركيا. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم كل هذه المسارات، رسمت لها كل مسار، رسمت له ما 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 ما, ما يناسبه المسار السياسي والتداول السلمي، أو أن نقول الهدنة في ليبيا ستكون في سرت وقد يكون منطقة خضراء. أيضا تكبيل الدول الروسي والتركي في المنطقة، وأيضا الإعاز لدول. أنت لما تتكلم إيطاليا وكانت حليفة يطاها طاها حليفة إيطاليا حليفة للوفاق وكانت تضع يدها في يد تركيا، ما الذي غير رأي إيطاليا؟ وإيطاليا هي كما يقول نحن مثلا يقول الصبي الأمريكي في أوروبا، غيرتها الأوامر الأمريكية. حتى بالأمس إعلام الوفاق يعني يشكو من تغير الموقف الإيطالي بهذه السرعة. أعتقد أن هنالك انفراجة كبيرة في الموقف السياسي، وأعتقد أن هنالك أيضا تواصل أيضا في من جماعة الوفاق ومن مصراتها مع المستشار عقيلة صالح ومع الجانب الأمريكي. هم ذهبوا إلى مصراتها وذهبوا إلى الوفاق. أعتقد أن الطبخة تكاد تكون جاهزة واللمسات الأخيرة في تطبيقها. طيب كل نقاشنا هذا قد يقودنا إلى نتيجة مؤسفة ما نعرفش تتفق أو لا، وهو أن الحل خرج من أيدي الليبيين. وهل لديك شك في ذلك يا طه؟ متى كان الحل؟ من 2011 لم يعد الحل في يد الليبيين. من قرار 1971 لم يكن الحل في يد الليبيين يا طه للأسف الشديد. يعني الكلام، دعني أقول لك أن السياسة هي فن الواقع. الواقع يا طه، حتى الدول الأوروبية، يعني أنا شفنا المدة فاتت ألمانيا عندما سحبت منها القوات الأمريكية من الحرب، نهاية الحرب العالمية الثانية، أصبح هناك شعور امتعاض، حتى أن بعض الولايات في ألمانيا تريد عودة القوات الأمريكية. يعني الحديث عن السيادة الوطنية والكلام في هذا العالم الآن بنوع من الرومانسية وبنوع من يعني استدرار العواطف غير صحيح. نحن حتى في الدول ذات السيادة يعني يكون عليها ضغوطات من الدول، تتراعى كثير من دول الخليج والدول حتى في أفريقيا وفي أوروبا ليس لديها سيادة على الرأي السياسي، فما بالك بدولة كيف ما نحن من 2011 يا طه، ونحن حروب ونحن انقسامات، وزيد الآن تدخل تركيا وقطر والدول الأخرى. لم الحقيقة
أننا نحن لم يعد لدينا تلك السيطرة الكاملة على أرضنا وعلى ترابنا وعلى رأينا وقرارنا السياسي والسيادي، نتمنى أن يعود في يوم ما. حتى يعود ذلك لابد أولا أن نحقن دماء الشعب، لابد أن نعيد ونلم شتات هذا الوطن. كلامك صحيح، مرتزقة، تدخل أجنبي، تركي والأخيري، ولكن بوعي أهلنا في المنطقة الغربية وفي العاصمة طرابلس قد يكون المسافة قد تقصر مسافات، ونتجنب هذا الوباء. الآن الوباء يطهى موجه الكلام متابعي قناتك في طرابلس وفي مصراتها، الكورونا كيف انتشرت بهذا الشكل؟ انتشرت عن طريق المرتزقة. لماذا الشباب الغيورين في مصراتها أحرقوا سارة الركاب في مصراتها؟ لأن تجلب لهم في الموت في الدمار. لماذا المنطقة الشرقية يعني نسبة الكورونا فيها بسيطة وسيطر عليها في بعض المناطق؟ لأن هنالك يعني تكالب من الوفاق، لأن فعلا ليس هنالك يعني سيادة كاملة في المنطقة الغربية. السراج ما هو إلا بيدق تحركه يحرك أردوغان وتحرك الخارجية التركية، جلب الموت والدمار والأسف الشديد، جلب الكورونا وجلب الاستعمار. رأينا المناظر المخزية في معسكرات الجيش الليبي، أعلام تركيا وأعلام ما يسمى بالجيش السوري الحر في وسط عاصمة دولة ليبيا الحبيبة ترفع، وأين الغيارة؟ أين الوطنيين؟ أين الأحفاد المجاهدين؟ أين أحفاد من أسسوا الدولة الليبية وتحالفوا مع الملك صالح الراحل الملك إدريس؟ أين الوطنيين؟ أين الطرابلسية الأصليين؟ أين أهل مصراتة؟ يعني لدرجة هذه يعني كركم لخليفة حفتر أو عقيلة صالح أو فلان تصل بكم أن ترتموا في أحضان المستعمرين الذين لا يخفون كلامهم ويتبجحون به أن ليبيا إرث للتاج العثماني وللدولة العثمانية، ويأتون لنا بالمرتزقة. الشعب في طرابلس يطاها يجيب معاه قلالين مية فاشكات باش يعبي بنزينة. طيب. والمرتزقة في صورهم يخشوا بيوت الليبيين ويتعاملوا بالدولارات، مسكين دولارات في يديهم يطاها. لابد من حركة في المنطقة الغربية. طيب. كي تواكب الحركة الوطنية في كامل التراب الليبي. طيب، يقال ويثار في مواقع التواصل الاجتماعي إنه تحركات رئيس مجلس النواب ضارة بالجيش الوطني، وإنه رئيس مجلس النواب صار يتحرك بمفرده بمنأى عن القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، وإنه أي مخرجات لن تكون ملزمة للمؤسسة العسكرية على اعتبار أنها لا تراعي تضحيات الجيش الوطني. هكذا يقال في بعض منصات التواصل الاجتماعي. طبعا منصات التواصل الاجتماعي طبعا للأسف شديد هنالك من يرسم خطة بمفرده ويتخيل فيها، هنالك من هم أقلام موجهة، هنالك الذباب الإلكتروني، هنالك من يضعون العصي في العجلات، هنالك من يريدون الإفساد. لا أعتقد أن هنالك خلاف بين قيادة الجيش وقيادة البرلمان، هما يعني متفقان اتفاق كبير. الجيش الوطني لما في بدايته كان الراعي الأساسي له هو سيادة المستشار عقيلة صالح، هو الذي يعني تحمل مشقة الحصار وسكروا عليه في أوروبا وألقيت عليه يعني العقوبات الأمريكية والأوروبية. عقيلة صالح لم يترك الجيش حتى في أحلك ظروفه، وقف مع الجيش اتفاق القاهرة ووضع يده في يد المشير. أعتقد أن المسار العسكري والمسار السياسي موحد. عقيلة صالح دائما في كل لقاءات يؤكد على شرعية القوات المسلحة العربية الليبية، يؤكد على أن الجيش هو صمام الأمان، يؤكد على خروج الميليشيات، يؤكد على شرعية القائد العام للجيش الليبي وأنه أخذ الثقة والتكليف من مجلس النواب. أعتقد أن هذا الكلام هو يعني بث الفتنة ما بين المؤسستين الكبيرتين مجلس النواب وقيادة الجيش. لا شك أن هنالك بعض الآراء وبعض الرؤى، ولكن لا تصل إلى درجة الخلاف. أعتقد أن هنالك فيه تفاهم كبير، هنالك فيه لقاءات، هنالك فيه مراسلات ما بين القيادتين، وأن هذا الكلام غير صحيح، وأن أننا في بوتقة واحدة وفي مجبهة واحدة. عقيلة صالح في أحلك الظروف كما قلت لم يترك المؤسسة العسكرية وجاهد بكل ما يملك وبوقته وبجهده وبصحته، ورجل يعني بلغ من الكبر ما بلغ، ولكنه يدافع عن الوطن، يدافع عن الجيش، وهذا كلام غير صحيح. التحرك الأمريكي هو تحرك للحل بكل صراحة، أنا تعودت دائما على صراحتك، هو تحرك للحل أم تحرك في إطار المناكفة مع الروس؟ كلاهما طه، كلاهما. نحن في مثل يعني ما يعني مثال هناك مش مثل يعني يقولوا اللي زوج امي وابوي قلت بدي اتركي طالما كلمنا. نحن كليبيين اي مصلحه اي دوله تقدمنا مصلحه وتحمي ارضنا وتخلصنا من الميليشيات وتخلصنا من المرتزقه، نحن نضع يد بيد وتحمي
وتحترم سيادة الدولة الليبية. نحن معها سواء كانت أمريكا، روسيا، السعودية، حتى تركيا لو عادت عن طريقه وضعت يدها في يد الشعب الليبي والشرعية، نحن ما عندناش مشكلة. لكن التدخل الأمريكي فعلا للمصلحة وللمنافسة. لما لا نستفيد من المنافسة بين روسيا وأمريكا؟ لما لا نستفيد؟ لما لا نكون براغماتيين يعني؟ لما لا نكون سياسيين نفقه بالسياسة يعني؟ أي جانب مصلحتنا فيه نحن يعني نضع يدنا في يده من دون مناكفة، ولا نعاد لسنا ضد الروس ولا ضد الأمريكان. هم لديهم مصالح في ليبيا، روسيا لديها مصالح في أمريكا. حتى أيام النظام السابق قبل فبراير وحتى بعد فبراير يطاها هنالك يعني كثير من المشاريع يعني أسندت لروسيا، هنالك كثير من المشاريع يعني عند الولايات المتحدة الأمريكية. كلامك صحيح، هنالك في مشاكل سياسيه، مناكفه سياسيه، وهذه يعني من ارث المعسكر الشرقي والغربي. لا شك ان النفوذ الروسي في المنطقه يزعج الامريكان، ولا شك ان روسيا تريد موضع قدم لها في ليبيا، في ليبيا وفي شمال افريقيا وافريقيا، كما فعلت الصين الان السبب الحرب الاقتصاديه في العالم. حتى كورونا قد يقال هي نتيجه الصراع الروسي الامريكي الصيني. نعم. الحروب ما بين نعم. هذه الدول العظمى، نحن يعني قد نصل الى هذه القوه، قد تطحن هذه الاقدام، هذه القوه بين اقدامها. الذكاء يتحتم علينا ان نتعامل معها برويه وبذكاء بحيث نستخلص مصلحه الشعب الليبي ومصلحه نعم. بلادنا. انا اشكرك جزيلا سيد ابراهيم الدرسي عضو مجلس النواب، كنت معنا ضيفا عزيزا في الجزء الثاني من حلقه اليوم من لايف. مشاهدينا الكرام، وصلنا للختام، شكرا وإلى اللقاء.